من الميادين السلام عليكم ونرحب بكم في آخر طبعة. ضيفنا اليوم الدكتور المحلل والكاتب الإماراتي الدكتور حسين الغباش، أهلا بك، نرحب بك. أهلا وسهلا. مشاهدينا، تفاعلات الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام والرسول الأكرم في أكثر من دولة على الساحة العالمية توازى بثقله مع الأزمة السورية، فكانا الحدثين الأبرزين على صفحات الصحف الأولى وفي عناوينها الرئيسية، والتي سنطلع عليها بداية من خلال عرض على أبرز عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم مع زميلة مايا رزق. أهلا بكم إلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نستهلها مع صحيفة القدس العربي. مخاوف مع نشر مجلة فرنسية اليوم رسوما مسيئة للنبي. القاعدة بالمغرب تحرض على قتل مزيد من الأمريكيين. وزير خارجية تونس ينفي وجود أتباع لبن لادن ببلاده، واثنى عشر قتيلا بهجوم انتحاري نفذته امرأة في كابول. قتال عنيف بين قوات النظام والمعارضة قرب الحدود مع تركيا. الإبراهيمي تعرض إلى الرشق بالحجارة لدى مغادرته مخيم الزعتري. وزير خارجية إيران في دمشق اليوم بعد اقتراحه إرسال مراقبين. مصر إحالة سبعة من أقباط المهجر للجنايات لدورهم في الفيلم المسيء. أمير سعودي مواقع التواصل مسيسة وتستخدم للاختراق الأمني للمملكة. الجيش الحر يرصد 25 مليون دولار لرأس الأسد حيا أم ميتا. إلى صحيفة العرب اليوم الأردنية، الإبراهيمي من المبكر التفاؤل بحل الأزمة السورية. تعرض موكبه للرشق بالحجارة في مخيم الزعتري. الآن إلى صحيفة السفير اللبنانية، هذه الصحيفة عنونت مرسي يعرض إغراءات على إيران وصالح في دمشق اليوم. باريس قلقة على لبنان واشتباكات على الحدود التركية السورية. فضيحة رومني ازدراء لنصف الأمريكيين. كمين كردي في تركيا مقتل وجرح عشرات الجنود. الآن إلى صحيفة الأنوار اللبنانية، رشق موكب الإبراهيمي بالحجارة خلال تفقده مخيم النازحين السوريين في الأردن. وزير الخارجية الفرنسي يحذر من امتداد النزاع السوري إلى لبنان. دول تهدد بحجب مواقع يوتيوب لمنع بث الفيلم المسيء. وأخيرا إلى صحيفة البلاد الجزائرية، الجزائر ترفض إدانة النظام السوري فقط. مجازر سوريا تثير فتنة في ندوة مجمع الفقه الإسلامي بوهران. نوايا أمريكية للتدخل في منطقة الساحل. وزير الدفاع ليون بانيتا صرح بأن قاعدة شمال إفريقيا تهدد أمن بلاده. هذه كانت أبرز العناوين، عودة إليك دينا. شكرا لك مايا. إذن دكتور حسين، يعني من خلال عناوين الصفحات الرئيسية لبعض الصحف العربية نستنتج أن الحدث أو الحدثين الأبرزين كما ذكرنا هما الأزمة السورية، إضافة إلى التفاعلات أو الاحتجاجات التي لازالت مستمرة على الفيلم المسيء للإسلام وللرسول الأكرم. في عنوان في الصحيفة الأخيرة أن هناك ربما نوايا لتدخلات أو لوجود عسكري أمريكي على بعض السواحل الإفريقية، وهو ما تبين من خلال وجود بوارج حربية أمريكية على السواحل الليبية، أيضا في بعض المناطق أو مناطق الربيع العربي التي شهدت فيها ثورات الربيع العربي كاليمن، وهو وصول قوات من المارينز إلى هذه الدولة إلى اليمن وصنعاء. يعني هل هي محاولة لشرعنة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟ أعتقد هناك دائما محاولات مستمرة في هذا الاتجاه، وأعتقد أن كل الأحداث التي تحدث، هذه الأحداث الغامضة مثل ضرب السفير، نعم، أو مثل الأحداث الأخرى في اليمن تحديدا، هي دائما فيها دلالة على، فيها مؤشر لتحرك ما، لتحرك أمريكي ما، بمعنى أنها لا دائما هذه الأحداث لا تحدث بمعزل عن توجه الأمريكي في المنطقة، نعم. وأنا أعتقد أن في محاولات أمريكية لإيجاد لوضع أقدامهم في منطقة اليمن وليبيا الآن، صار واضح يعني هذا، علما بأن النفوذ الأمريكي على الأقل في ليبيا، نستطيع أن نقول نفوذ قوي، ومن يحرك كل الخيوط في ليبيا هي الولايات المتحدة الآن، نعم. فأعتقد أن هناك توجه بهذا، ولكن هذه ذات السياسة نفسها، هذه السياسة الكلاسيكية القديمة المجربة والتي فشلت لا زالت تتكرر في هذه المناطق، نعم. ولذلك يجب الانتباه عندما مثلا نقرا ما حدث للسفير الليبي، او نقرا ما حدث في لانفجار معين تبين مثلا ان ضرب الباخره الامريكيه في اليمن
كان وراء الأمريكان أو كان وراء قوة معينة. بخصوص هذا الموضوع يعني بعض المعلومات تحدثت في الصحف مؤخرا عن أن كان للإدارة الأمريكية علم بما سيحدث في القنصلية الأمريكية في ليبيا، وهي لم تحرك ساكنا، كان لها علم بذلك قبل 48 ساعة. أنا تماما أتفق بهذا الرأي. أنا أعتقد أنهم على علم بهذا. والأمريكان لا يترددون من التضحيه بسفير او بقائد او الى اخره الهدف من ذلك لتحقيق الهدف، لتحقيق التواجد، تحقيق النفوذ، تعزيز الوجود في المنطقه، هذه منطقه حساسه بالنسبه للامريكان. وهم يعملوا كل سبل، لا يترددوا عن اتخاذ اي سبيل في من اجل تحقيق هدف التواجد المباشر في المنطقة. طيب بخصوص قوات المارينز التي وصلت الى العاصمه اليمنيه صنعاء، هو الحقيقة الأخبار كانت مش مؤكدة عن هذه، لكن في وصلت مجموعة معينة من 150 جندي من المريز. والقرار ما يلفت النظر هو القرار السريع لإرسال المريز إلى المنطقة. أنا أعتقد أنهم حاولوا أن يهيئوا المنطقة لهذا الظرف. بطبيعة الحال في شق آخر للموضوع، أن هل اليمنيين بيقبلوا بهذا الكلام أو لا؟ اليمنيين لن يقبلوا، أنا متأكد أن اليمن لن تقبل بهذا. لكن هذه إحدى مثلا التهويل لحجم او بالاحرى رؤيتنا لحجم العمل العنف ونشاط القاعده في المنطقه فجاه بعد سقوط نظام عبد الله صالح او تغيير عبد الله صالح. كان لافت، فعلا كان لافت انه ما هو وراء هذا، من الذي اعطاهم الجرين لايت دارتي لكي يتصرفوا بهذه الطريقه، من الذي فتح لهم مخازن الاسلحه لكي يقوي هذه الحركة، ومن أجل من ومن أجل ماذا في التحليل الأخير. الهدف في اعتقادي هو لأغراض استراتيجية أمريكية بحتة. يعني صحيفة فرنسية تشارلي إبدو قررت أن تنشر اليوم أيضا كاريكاتير مسيء للرسول أو كاريكاتير عن الرسول الأكرم. كان رد الفعل رئيس الوزراء الفرنسي بالدعوة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المغالاة في ردود الفعل، كيف تقرأ هذا التصريح الرئيس الفرنسي؟ ما يهمني هو ليس التصريح في الواقع، ما يهمني هذه الاستمرارية، هذا النهج، هذا الاستهداف المباشر المستمر الذي استمر على مدى الآن عقود. هذا يعبر عن 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 استراتيجية مدروسة لضرب المقدس في العالم العربي الإسلامي، لضرب المعنى، لإفقار الإنسان من معناه، من معنى وجوده. هذا هو الهدف، وهو يترافق مع الإجراءات العسكرية والإجراءات الأمنية والإجراءات كذا إلى آخره، وكل السياسات تصب في ضرب هذا الإنسان العربي المسلم في هذه المنطقة. وأنا أعتقد أن يجب أن برغم أهمية حجم الإساءة للرسول عليه السلام، لا يجب أن نأخذ الحدث كحدث، ولكنه كجزء من سلسلة، حلقة من سلسلة أحداث شاهدناها وعاصرناها في هذه الفترة القريبة، يعني منذ كم سنة، ويجب دراستها على أساس أن هناك استهداف حقيقي للمعنى، هناك استهداف حقيقي للرمز، هناك استهداف حقيقي للقوة المعنوية للشعوب العربي. هذا ما رأنا. أما فيما يتعلق بهولندا، طيب كيفية المواجهة؟ أنا أعتقد يعني اليوم هناك حديث عن أن السعودية وروسيا أيضا، هو ربما موقف لافت لروسيا بمنع اليوتيوب، منع صفحات اليوتيوب. طب كيفية المواجهة؟ هل فقط من خلال حظر بعض المواقع الإلكترونية؟ لا، أنا أعتقد هذه إجراءات لا تفي بالغلط. أنا أعتقد الموقف الروسي أكثر جدية من الموقف العربي الرسمي للأسف. يعني كان الأحرى بنا احنا ان ندافع عن رسولنا وعن قدستنا وعن بيانا، هذا هي مساله اساسيه. انا اعتقد ان يجب ان يكون وكل ما يقترح الان وكل ما اقترح مثلا سيد نصر الله، هذا بالامكان القيام فيه. اخراج قوانين وطنيه واخراج قرارات من الهيئات المتحده، هذه مساله متاحه. على كل حال يعني هناك تصريحات كثيره ودعوات كثيره الى التحلي بالمسؤوليه تجاه هذا الموضوع. ننتقل الان الى الحدث، تفاهم قطري مصري حول البعد السياسي في سوريا، خطه تركيه لاحتواء اكراد سوريا ومواقع تدريب خلايا ارهابيه شمال سيناء، هي بعض من تفاصيل ما تناولته الصحافه العربيه اليوم، وفي هذا العرض تفاصيل اكثر. نتابع.
الحياة لا حوار مع الأسد ولا بد من تدخل إسعافي. قال رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدة للصحيفة إن محادثات أجراها في الدوحة أمس مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، وأشار إلى أن هناك تفاهما قطريا مصريا حول البعد السياسي في سوريا. سيادة رأى أن إبراهيمي ما لم يتجاوز عقبة الفيتو الروسي يعتقد بأن الآفاق أمامه محدودة، ودعا العرب إلى مبادرة واضحة كموقفهم تجاه الثورة الليبية، ولفت إلى وجود الفصل السابع في مجلس الأمن. الناطق باسم المجلس أحمد رمضان قال للصحيفة إن وفد المجلس أكد أثناء اللقاء على موضوع مشاركة قطر في اللجنة الرباعية، لكن حمد قال إن هناك اتفاقا بين الجانبين القطري والمصري حول الرؤية المستقبلية، وألا مشكلة لقطر في طبيعة عمل اللجنة، لكنها تريد أن تؤدي مهماتها خلال فترة محددة ثم يتم التوجه إلى مجلس الأمن. رمضان نسب إلى حمد قوله إن مهمة المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي يجب أن تكون في إطار زمن محدد. الأخبار. خطة تركيا لاحتواء أكراد سوريا. يطرح تقدير الموقف التركي سيناريوهين يوصف أحلاهما بأنه مر، سيواجهان تركيا في المدى المنظور إما مواجهة دويلة كردية على حدودها الجنوبية مع سوريا ملاصقة لدويلة كردستان العراق، وأما أن تتحول هذه المنطقة الحدودية ذاتها ملاذا آمنا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني ونقطة انطلاق لهجماتهم عليها. ويوصي تقدير الموقف الذي أصبح معتمدا في أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية بأن على تركيا اللجوء إلى احتواء الخطر الكردي السوري بانتهاج استراتيجية مشابهة لتلك التي تنتهجها في كردستان العراق، أي إنها ستعمد إلى ضخ الأموال والاستثمارات وتحسين البنية التحتية وصولا إلى بسط النفوذ الاقتصادي الكامل هناك، بحيث تصبح المنطقة معتمدة كليا على الاقتصاد التركي تماما مثل إقليم كردستان العراق، ما يسهل لأنقرة السيطرة السياسية والأمنية. المصري اليوم. رصد مواقع تدريب خلايا إرهابية في شمال سيناء. كشف مصدر أمني مسؤول عن أن قيادات بجهات سيادية قررت أمس الأول مضاعفة عدد العناصر الاستخباراتية في شمال سيناء للمشاركة في البحث عن العناصر المسلحة، مشيرا إلى أنه تم رصد أنشطة واسعة ومتعددة لخلايا إرهابية شديدة التطرف، وتم تحديد أماكن تدريبها، وأرسلت الجهات المعنية المعلومات التي حصلت عليها إلى القيادة السياسية للوقوف على آخر التطورات. الصحيفة علمت أن لقاء مرتقبا يجري الإعداد له بين وفد جديد من رئاسة الجمهورية وممثلي جماعات متشددة في المحافظة في محاولة لاستئناف الحوار حول فرض الأمن والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. دكتور حسين، أناطق باسم المجلس أحمد رمضان، قال لصحيفة الحياة أن وفد المجلس وكما ذكر في التقرير أكد أثناء اللقاء على موضوع مشاركة قطر في اللجنة الرباعية، لكن حمد قال أن هناك اتفاق بين الجانبين القطري والمصري حول الرؤية المستقبلية. غياب قطري عن اجتماعات اللجنة الرباعية أيضا وما يتم تداول حوله من أن هناك حل من قبل هذه اللجنة، أيضا غياب سعودي، كيف تقرأ ذلك؟ أعتقد الغياب الممثل السعودي معروف، يعني في له أسباب على الأقل في الظاهر له أسباب مبررة. أما فيما يتعلق بالموقف القطري فهناك شيء جديد. طب على الظاهر هذه أسباب مبررة، وفي الباطن ما هي هذه الأسباب؟ أعتقد أنا في اعتقادي أن هناك تطور حدث فيما يتعلق بالمسألة السورية. أنا أعتقد موقف النظام في سوريا اليوم أقوى مما كان في البداية. كيف؟ أنا ألاحظ أن طبعا أولا الشيء الأهم أن المعارضة الخارج أفلست نهائيا في اعتقادي. وبدل ما كانوا يراهنوا، هم كانوا يراهنوا على أساس انشقاقات في النظام، بدأت هذه تنشق اليوم يوم وراء يوم، يعني إلى درجة أنها صارت غير مقبولة، وحتى الغرب نفسه لا يتعامل مع كثير منهم. تعامل الغرب مع بما يسمى مع المسلحين تعامل مباشر أصبح. لا يمر عبر المجلس أو عبر التنسيقيات أو عبر، تعامل مباشر. وللأسف أن هناك في أكثر من فريق موجود مسلح على الأرض، وكل فريق ينتمي إلى جهة معينة، وهذه الخطورة. نحن نخشى، يعني أود أن أقول لك مثلا نحن في الخليج تعاطفنا مع الحراك الديمقراطي في سوريا، لكن لما وجدنا هذا الحراك ينزلق ووجدنا مصادرة هذا الحراك من قبل القوى الخارجية، حاولنا أن نعيد النظر في موقفنا تجاه هذه المسألة،
وهكذا والآن يثبت صحة موقفنا الجديد. نحن لسنا لما ندافع مثلا اليوم عن سوريا، لا ندافع عن النظام، نحن ضد الاستبداد بكل أنواع هذا الاستبداد، لكن نحن ندافع عن وحدة الأرض السورية، عن الوطن السوري، عن الدولة السورية، وسواء أردنا أو لم نرد، هذه الدولة، لا أقول النظام، لكن هذه الدولة تمثل وحدة سوريا. سقوط هذه الدولة يعني سقوط سوريا، ولا نستطيع، اسمح لي أكمل بها بس بنقطة. هل وحدة سوريا مهددة الآن قبل أن؟ وحدة سوريا مهددة. كيف؟ أعتقد أن إذا لا قدر الله سقط النظام هذا سوف نرى عراق آخر، ونحن لا نتحمل رؤية عراق أخرى. لا نتحملها حتى على الصعيد النفسي. وأعتقد أنها بتكون طلقة رحمة إذا أردت في موقف في قوى المقاومة والمعارضة إذا سقطت سوريا. نعم. طيب كنا نتحدث عن غياب قطر، أيضا غياب السعودية عن المشهد السوري، وربما غياب السعودية بشكل كامل عن المشهد السوري، كيف تقرأ ذلك؟ هل هو غياب أم تغييب عن محاولات حل الأزمة السورية؟ أتصور في هناك، هذه إحدى المستجدات مثلا. نعم. أتصور أن هناك مستجد، أتصور أن هناك في توجه رئيسي لحل سلميا. قطر والسعودية لا تقبل بهذا التوجه. نعم. وأعتقد أن هذه الطروحات أخذت مساحة أكبر الآن في النقاشات. نعم. الدائرة. قطر والسعودية لا تقبلان بحل سلمي؟ أنا لا أعتقد أن قطر والسعودية. نعم. تقبلان بحل سلمي، لأنه بيكون فشل ذريع لكل الجهود التي قاموا بها. إذن بماذا تطالب قطر والسعودية؟ قطر والسعودية يطالبون بإسقاط النظام، هذا هم قالوا. نعم. وهم يصلحون المعارضة، وهذا. نعم. شيء معروف مكتوب ومصرح به، يعني ما في، ليس هناك جديد في الموضوع، لكن يبدو لي أن، وهذا ما استشفيته من تصريحات الأخضر الإبراهيمي بقولي أن المهمة صعبة وتكاد شبه مستحيلة وإلى آخره، أنا أعتقد أنه قرأ حقيقة بأن الظروف الدولية لم تنضج بعد. نعم. وربما ينتظرون الانتخابات الأمريكية يعول عليها الكثير الآن، لكن ماذا يحدث بعدين هذا مسألة تبقى تخمين. يعني. نعم، كان هناك حديث عن أن السعودية، ربما هناك نوع من الخلاف بين السعودية والإبراهيمي على خلفية أن السعودية طلبت من الإبراهيمي أن يوجد الحل في سوريا على طريقة الطائف، ما أوجده خلال الأزمة اللبنانية أو في حل الأزمة السورية على طريقة الطائف في لبنان، وأن الإبراهيمي رفض ذلك على أساس أن سوريا ليست لبنان، أو الحل في سوريا لا يمكن أن نشبهه بالحل في لبنان. ما رأيك بهذه يعني كل ما أستطيع أن أطرحه في هذا يكون مسألة تخمين وتحليل، يعني لا ليست. نعم. لدي معلومات عن هذا. نعم. لكن ما أعرفه عن الإبراهيمي أنه رجل عوبي ورجل قومي. نعم. وجاي من المدرسة الجزائرية. نعم. التي نعرفها. نعم. وأنا أعتقد بيكون حريص على الوحدة السورية، هذا شيء، هذا لا أشك فيه إطلاقا. نعم. طيب في الموضوع الآخر الذي تناولناه في التقرير حول الحدث، هناك خطة تركيا لاحتواء أكراد سوريا، أيضا هناك حديث عن دويلة كردية على الحدود الجنوبية مع سوريا ملاصقة لدويلة كردستان العراق، هل هناك إمكانية لإقامة دويلة كردية على الحدود مع سوريا؟ أنا لا أعتقد ذلك في الفترة هذه، ولا أعتقد أن سوريا راح تسمح بذلك. نعم. لا أعتقد أن، وأعتقد أن موقف بعض الأكراد، بعض أكراد سوريا موقف مشرفة جدا، موقف تدعو إلى وحدة سوريا. نعم. ويعول على من يمثل هذا التوجه يعني. نعم. في سوريا، لكن أنا أشك في إمكانية. طيب هل هناك إمكانية للتوجه الثاني أن تتحول هذه المنطقة الحدودية ملاذا آمنا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني ونقطة انطلاق لهجماتهم عليها؟ أنا أعتقد أن تركيا فتحت على نفسها أبواب. نعم. لم تكن تتوقعها، وأنا أعتقد أن في التحليل الأخير تركيا راح تدفع ثمن كبير لهذه السياسات التي نهجتها تجاه سوريا. نعم. في الخبر من جريدة المصري اليوم، هناك مضاعفة لعدد العناصر الاستخباراتية في شمال سيناء، وهناك للمشاركة في البحث عن العناصر المسلحة، يعني هناك حديث عن مواقع تدريب خلايا إرهابية في شمال سيناء، هل هناك محاولة لتفجير الوضع في سيناء؟ هناك محاولة لإبقاء مصر مشغولة، هناك محاولة لإعاقة أي تطور إيجابي في مصر. نعم. هناك محاولة لإفشال الثورة المصرية. نعم. أنا لا أقول أن وصول الإسلاميين إلى السلطة هو ثمرة الثورة المصرية. نعم. لكنه إحدى الممرات الضرورية لاستمرار الثورة المصرية. هل هذا يرتبط برأيك بتجميد قرار تجميد الإعانات الأمريكية لمصر؟ أي طبعا.
له علاقة بهذه المساعدات الأمريكية لمصر، هي مساعدات لإعادة تكبيل مصر. نعم. كما كانت مكبلة. نعم. هناك حديث عن أن الإخوان اليوم في مصر في أزمة ما بين محاولة إظهار أو إقناع أمريكا بأنهم يعني في قدراتهم بحل الأزمة التي تحصل اليوم في مصر أمام السفارة، أو في محاولات الرد على الإساءة للفيلم، أيضا في محاولات وبين الشارع، يعني الإخوان المسلمون ضائع اليوم بين الشارع المصري الذي يطالب باعتذار من أمريكا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبتها بحماية مصالحها في مصر. أنا أعتقد أن أولا لنكن موضوعين، من المبكر الحكم على الأخوان المسلمين. نعم. هذا لما نتحدث سياسيين، أما لما نتحدث مثلا عن تجاربنا مع الأخوان المسلمين، فأنا أعتقد أن الأخوان المسلمين في مأزق. نعم. ولن يستطيعوا إخراج مصر من مأزق ومن ظروفها الصعبة، وأعتقد أن كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية راح تتردى، لأنها لن تعالج في مرحلة الخمس سنوات القادمة. نعم. وإذا إلا إذا انتهجوا سياسات جذرية أخرى، سياسات تركز على الاقتصاد الوطني. نعم. وليست على البنك الدولي. طيب الإخوان المسلمون اليوم في مصر في مأزق، برأيك بحال تم تخيير الإخوان المسلمون في مصر بين أمريكا وبين الشارع المصري، من سيختار الإخوان المسلمون؟ أعتقد أنهم بيكونوا مراعين جدا للشارع المصري، لأنه هو اللي جاءهم إلى السلطة. نعم. إذا سيخسرون إدارة أمريكية. أنا أعتقد. نعم. أنا في رأيي هكذا، لكن اسمحي لي يعني على مستوى الفكري، لا مش على مستوى السياسي، على مستوى الفكري ليس لي ثقة بالإخوان المسلمين. أنا أتحدث عن نفسي كمراقب كمثقف شاهد على المنطقة. نعم. طيب بالحديث عن الإخوان المسلمين، كان هناك حديث عن محاولات الإخوان المسلمون في الإمارات لربما السيطرة على الحكم هناك. لا أعتقد بهذا الحجم، يعني في حركة إخوان مسلمين موجودة في الإمارات من. نعم. زمان، لكن ليست بتلك الحركة المؤثرة. أنا. نعم. في اعتقادي، لا أدري، أنا لا أعيش في الإمارات، لا أنا في اعتقادي أنها ليست لها حيثيات معينة. نعم. كبيرة. لكن يعني هناك حديث جدي عن أن هناك محاولة للسيطرة على الحكم في الإمارات. لا يمكن السيطرة على. نعم. لا يمكن. نعم. سمعت طلعت على بعض الأخبار أنهم كانوا يحاولون في منطقة معينة من الإمارات. نعم. لكنهم ليسوا بهذه القدرة، ولا أعتقد أنهم عندهم إمكانيات، ولا يشكلوا ثقل. هذا المطروح، هذا الموضوع مطروح بقوة في داخل الإمارات، ربما على الساحة العربية، ما الهدف بطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أن الإمارات كانت دائما عندها موقف واضح من الإخوان المسلمين، وهم ربما يعني أولا يجب أن تعرفين في الإمارات لا توجد أحزاب ولا توجد قوى سياسية ولا توجد، وهم ربما هم القوة الوحيدة الشبه منظمة. نعم. لكن أنا خلال وجودي في الإمارات لم أرى مثلا بيان أصدر للإخوان، ولم أرى أي نشاط يذكر للإخوان. نعم. وأعتقد أنه مبالغ فيه، أنا في رأيي أن الموضوع مبالغ فيه إلى. نعم. حد ما. إذن دكتور حسين سنتوقف مع فاصل قصير، أيضا مشاهدينا فاصل قصير، نتابع بعده الحدث الأجنبي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور حسين الغبش، أهلا بك من جديد. الانتفاضة في البحرين، مواقف المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، وتبدل نظرة الشارع التركي من الحراك في سوريا، مواضيع تداولتها الصحافة الغربية اليوم، نطلع على أبرزها. غارديان، هاريت شيريود: رومني يرفض حل الدولتين. كشفت تصريحات رومني التي سجلت من دون علم منه عن قلة معرفته بجغرافيا الشرق الأوسط، لكنها سجلت رأيا بات شبه متفق عليه من قبل طرفي النزاع في الشرق الأوسط، وهو أن حل الدولتين أصبح ميتا، وأنه يجب إيجاد سيناريوهات بديلة. رومني قال في تصريحاته أن الفلسطينيين ملتزمون بتدمير إسرائيل والقضاء عليها، وإنهم لا يريدون السلام، وإن حصلوا على دولة خاصة بهم فإن الإيرانيين سرعان ما سيبدأون بشحن السلاح إلى الضفة الغربية لاستخدامها ضد إسرائيل.
ربما يعتقد رومني أن حدود الدولة الفلسطينية ستكون مع الأردن وسوريا، ما سيسمح للإيرانيين بإرسال السلاح عبرها إلى الفلسطينيين، وهذا خطأ جغرافي يرتكبه، فالدولة الفلسطينية لن يكون لها حدود مع سوريا بل مع إسرائيل والأردن ومصر. نيويورك تايمز، انتفاضة سوريا تثير غضب الشارع التركي. يزداد القلق في الشارع التركي مع اشتداد وتيرة الحرب في الجوار السوري. أبرز أسباب هذا القلق تأتي من احتمال وجود جواسيس إيرانيين على الحدود التركية ونصب كمائن للجنود الأتراك والملايين التي تنفق على اللاجئين، إضافة إلى توقف التجارة في القرى الحدودية. تواجه الحكومة التركية موجة من الانتقادات من شعبها بسبب سياستها الداعمة للمعارضة السورية واستضافتها مقاتلين في الجنوب وشخصيات معارضة في اسطنبول وتزويدها المعارضة بالأسلحة. في البداية كان الكثير من الأتراك يؤيدون سياسة بلادهم في سوريا، إلا أنهم باتوا يرونها الآن سببا لعدم الاستقرار في الداخل وتقويض اقتصاد تركيا وأمنها. دعوة تركيا للتدخل العسكري في سوريا أصبحت أيضا صعبة المنال، فبعد الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة التي هزت العالم الإسلامي كرد فعل على الفيلم الذي أساء للإسلام، يبدو أن تركيا لن تجد أذانا غربية صاغية لدعوتها هذه. ليبراسيون، جيروم هورتو، انتفاضة البحرين المنسية. لا يمكن لزائر البحرين تجاهل الكتابات المناهضة للنظام التي يراها على الجدران، كتابات باللغة العربية والإنجليزية أحيانا تهاجم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة وتدعو إلى تحرير سجناء الرأي. موجة الاحتجاجات البحرينية لا تمثل جزءا من الربيع العربي فقط، فقد سبقتها سلسلة من التظاهرات عامي 1994 و1998، كما أن آب أغسطس من العام 2010 أي قبل أشهر على اندلاع الثورة التونسية شهد تظاهرات تم قمعها من قبل النظام. لا شك أن النظام المدعوم من قبل الرياض وحليفتها واشنطن لا يجد ما يدفعه إلى تغيير سياسته، فوسائل الإعلام ورؤساء الدول في الخارج لا يلون القضية أي اهتمام، كما أن قليلا منهم تجرأوا على تحدي الملك، حتى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند استقبله في قصر الإليزي. دكتور حسين، يعني تصريحات رومني التي سجلت من دون علم تنم عن قلة معرفته بجغرافية الشرق الأوسط، هكذا وصفت صحيفة الجارديان تصريحات رومني بأنها تنم عن قلة معرفته بجغرافية الشرق الأوسط، كيف ترى تصريحات رومني؟ أنا من خلال متابعتي للرؤساء الأمريكان أشعر بأنهم نصهم جهلة، مش فقط رومني، نصهم جهلة بالشرق الأوسط. نعم. في منهم من كان يعتقد أن يسألون عن ما هي اللغة التي تتحدث بها إيران، قال العربي، يعني ما يفهمهم حتى وين إيران تتكلم عربي ولا تتكلم فارسي. هذا الجهل نص يعني. وأعتقد أنه ما طرحه الآن الموضوع الأساسي الذي طرحه هو الجوهري في الموضوع، هو أن مسألة الدولة الفلسطينية مستقلة انتهت. في اعتقادي أن هذا موضوع كخيار انتهى بالنسبة للإسرائيليين، أنه ضربوا عليه ولا بد من حل بديل. لا بد من حل بديل. أنا في اعتقادي أنا إذا سمحتي لي دقيقين بس، أنا أعتقد أن إسرائيل غلق التاريخ، أغلق أبواب عليها. يا أما أن تكون دولة يهودية وبالتالي دولة يهودية عنصري منغلقة، وهذا لا يقبل العالم الجديد. نعم. ويا أما أن تكون دولة بشعبين، وهنا ندخل على مثلا النموذج الجنوب أفريقي. نعم. هذا مصير دولة، هذا مصير إسرائيل. أنا لا أخاف، أنا الحقيقة لا أخشى من استمرار بناء المستوطنات والآخرة. أنا أعتقد أن إسرائيل راح تتغير من داخلها، من ذاتها. المؤسف جدا أن القيادات الفلسطينية، لا أتحدث عن حماس بس، الآخرين، المؤسف أن أتوا وكأنهم ينفذون السياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، لكن أنا أعتقد أن التاريخ لصالح القضية الفلسطينية، حتى بقدر ما أخذوا، بقدر ما يسقرون هما، بقدر ما يسقط المشروع الصهيوني. كيف تستنتج ان التاريخ هو لصالح القضيه الفلسطينيه؟ ما هي المعطيات؟ شوفي، على الـ على الـ على الـ هذا الـ يعني لو اخذوا مثلا دوله، ولو اعلنوا الدوله اليهوديه مثلا، وانا ارى ان باعلان الدوله اليهوديه هو في حد ذاته سقوط المشروع الصهيوني.
للمشروع الصهيوني كان أكبر من هيك. نعم. إعلان الدولة اليهودية هو الاعتراف بأننا إحنا هذا حجمنا وهذا إلى آخره، لكن هذا غير مقبول، لم يعد مقبولا في عصر العولمة وعصر الانفتاح وعصر كذا. الآن الخيار ما هو الخيار الثاني؟ هو الخيار دولة لشعبين، مش هيك؟ نعم. دولة لشعبين، إذا نظر الفلسطينيون واستطاعوا مثلا أن يحققوا مكاسب وحقوق مواطنة وتصويت، سوف نرى تجربة أخرى تتكرر مثل ما حدثت في جنوب أفريقيا. هذا نظريا الكلام. الخوف الحقيقي أنهم يعملون على خيار آخر، الخيار الثالث الإسرائيلي هو الوطن البديل. نعم. وهذا مطروح على الأجندة الإسرائيلية، البطن البديل يتحدث عن الأردن ويعملون على ذلك. وهو في اعتقادي أن يعني الإسرائيليين قادرين على تحقيق كثير في هذا الاتجاه. يعني هناك إمكانية لتحقيق موضوع، أنا أعتقد بالنسبة للإسرائيليين والأمريكان إذا توجهوا. نعم. موقف الأردن من ذلك؟ موقف من الأردن من ذلك لا يحصل عليه. نعم نعم. دكتور حسين، هل تعتقد يعني كيف تقرأ موضوع موقف الأردن من الأزمة السورية؟ أنا الحقيقة أنا أعرف أن أي تغيير في سوريا يجر تغييرا آخر في الأردن، لكن هل موقف الأردن من الأزمة السورية له علاقة بهذا الخوف من موضوع حل الدولة الفلسطينية؟ لا، هو أكثر له خوف بالحراك الجماهيري الأردني بالقوى. نعم. المعارضة في الأردني. نعم. أنا أعتقد أن هذا سوف يمتد للأردن، هي ساحة أخرى، ساحة مهيئة. نعم. لأي تغيير كان هناك. يعني لذلك هو في حذر، خوف الموقف الأردني في حذر شديد. نعم. ولو أنه يعني قابض العصا من نصفين. يعني أنت ترى أن هناك مجموعة ملفات ضاغطة على الأردن. نعم، أنا أعتقد. نعم. العشر سنوات القادمة عشر سنوات حاسمة في حياة الأردن. نعم. نعم. هل ترى تغييرا في النظام في الأردن؟ لا أرى في المستقبل المنظور، لا أرى ولا أستطيع أن أتوقع. نعم. لكن كل شيء وارد. نعم. كل شيء. طيب بالعودة إلى موضوع رومني، أيضا يعني رومني كان هناك فيديو عرض لاجتماع خاص لرومني مع أحد مستشاريه، يقول فيه أن 45% من الأمريكيين هم يعيشون على حساب الدولة، وأنا لا أستطيع ولست مستعدا لأن أعمل من أجل هؤلاء. طيب هذا التصريح برأيك كيف سيؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية؟ يعني هل من خلال هذا التصريح نرى فوزا لباراك أوباما في الانتخابات؟ شوفي، اللي يعتقد أن باراك أوباما يختلف كثير عن رومني مخطئ. نعم. أنا أعتقد كما قال أحد الأمريكيين، واحد بيبسي كولا وثاني كوكو كولا والبالك واحد، هذا الفرق بينهم. لا، ليس هناك فرق. هو من تحدد الشركات الأساسية الكبيرة الضخمة الماسكة بالخيوط السياسية في المنطقة. هل باراك أوباما لا زال صالحا للاستمرار؟ نعم. أم لا؟ هل روميو الآن بدأت مرحلة روميو؟ هم اللي بيجيبوه. نعم. مش الشعب الأمريكي اللي بيجيبه، الشركات هي اللي سوف تقرر من يأتي. إذا شركات الإعلام هي التي تقرر. يعني برأيك هل هذه الشركات هي التي سربت كلام رومني؟ ربما. نعم. ربما. أعتقد أنا في رأيي يعني كمراقب من بعيد، أنا أتمنى أن رومني يجي إلى السلطة، لأنه هو الوجه الحقيقي لأمريكا. نعم. هو الوجه الحقيقي للأمريكان أو للأمريكي العدائي المتغطرس. أنا أعتقد طيب أن هذه الديمقراطيون كيف استفادوا من هذه التسريبات؟ الديمقراطيون تعرفين في صراع وفي حرب إعلامية. نعم. موجودة بين بين الطرفين. لكن كيف استفادوا؟ ما هي المكاسب التي حققوها من وراء هذه التسريبات؟ أنا لم أقرأ الحقيقة تحليل يعني حول هذا الموضوع، لكن أعتقد أن بيستفيدوا منها، يعني أعتقد أن بيستفيدوا بشكل بآخر. نعم. يعني من هذه التسريبات. نعم. من في حال تجددت ولاية باراك أوباما، من ماذا تخاف؟ أنا فيما يتعلق بالموضوع الأمريكي لا أعول عليه كثيرا، بمعنى أن أنا لا أنتظر أي، يعني ليس هناك تخوف من أي موضوع كان ضاغط على المنطقة العربية في حال تجددت ولاية باراك أوباما في ظل ما حدث في المنطقة العربية خلال عهده؟ شوفي، في ملفين كبار في الموضوع السوري وموضوع الإيراني. أنا أعتقد أن حسب ما تقول كما يقول كل المحللون وما يقول كل ما تقوله كل الصحف، أن هذا غير وارد سواء أجا أوباما أو الآخر. نعم. غير وارد منطقيا، غير وارد حسابيا رياضيا، غير وارد هذا. لكن من يقرر قرار حرب وسلم
ليس الجماعة المنطقيين هذا. نعم. أن يقرر هو شركات معينة لها مصالح في 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 حرب أو في أو في عدم الدخول في حرب، يعني هي التي تقرر للأسف. نعم. يعني من استفاد من حرب العراق؟ من الأمريكيين استفادوا من حرب العراق؟ الأمريكيين كشعب شركات لا، الشركات الأمريكية استفادت. نعم. حتى المصاريف لما يقولوا مثلا أن والله انهزمت أمريكا في العراق، أنا لا أرى هزيمة في الحقيقة، لا أرى هزيمة حقيقية. الأموال التي صرفت في العراق من راحت لمن؟ راحت للشركات التي قررت الحرب. وتركونا العراق محطم ومكسر وممزق وبتكلاه وأيتامه. نعم. دكتور حسين، يعني لابد من التوقف مع فاصل قصير أيضا مشاهدينا، فاصل قصير ونتابع بعده ما تطرقت له الصحافة التركية. أهلا بكم من جديد، أيضا نرحب بضيفنا دكتور حسين الغباش. علاقة تركيا والولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع التركي الإيراني حول سوريا إلى جانب مواضيع أخرى نتابعها في هذا التقرير. ياني شفق، فخالي من واشنطن إلى تركيا. اقترح رئيس الأركان التركي نجدة أوزيل على رئيس الأركان الأمريكي مارتن ديمسي التعاون الاستخباراتي على مدار 24 ساعة ضد حزب العمال الكردستاني. اقتراح أوزيل قوبل بمقترحين أمريكيين، أن تحارب تركيا طالبان في باكستان، وأن تدخل تركيا عملية من أجل سوريا من دون القاعدة، تتضمن إقامة نظام حكم ما بعد الأسد يتمثل فيه حزب البعث والمسيحيون. وقد وصفت الصحيفة المقترحين بالفخين ورفضتهما تركيا. زمان داود أوغلو لصالحي نفهمكم، ولكن نقلت الصحيفة عن أجواء لقاء الاجتماع الثلاثي بين مصر وتركيا وإيران أن داود أوغلو اعتبر اللقاء فرصة لأنه يحقق توازنا في المنطقة، فللمرة الأولى منذ 30 عاما يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث معا. ونقلت الصحيفة قول داود أوغلو لصالحي إن هذه فرصة على إيران ألا تفوتها، نحن نتأسف ونحن نفهمكم، ولأنني أعرفهم عن كثب ففي قلب جرح من أجل عائلة الأسد وأبنائه، ولكن في النهاية عندما ننظر إلى المشهد الكبير فيجب أن نتخذ القرار حول أي سوريا وأي منطقة نريد. ميلي غازيتيه، أين أصبحنا؟ 10 سنوات ورئيس الحكومة يحقنون بالغاز من الشيشان إلى دافوس إلى فلسطين إلى الشهداء، ملأنا الساحات وانفجرنا غضبا. أما اليوم فإن الرسول الأعظم يتعرض للتحقير وأردوغان ساكت والساحات فارغة، حتى روسيا تحركت ونحن ساكتون. لم تعد تركيا في المشهد، لقد تحولت تركيا إلى بلد عاطل عن التحسس وردة الفعل، وتحول أردوغان إلى أداة للجم التحركات بناء لتعليمات أوباما. حتى حادثة دافوس بتنا نشك في أنها كانت لعبة من جانب أردوغان. لقد أثبتت تركيا في عهد أردوغان أنها نموذج، لكن للبلد الذي ينفذ الأدوار التي ترسم له. ميليات سميح إديز، هل تتحول تركيا إلى باكستان؟ كتب روبرت فيسك في 17 أيلول سبتمبر الجاري يتساءل عما إذا كانت تركيا قد تحولت إلى باكستان لجهة أنها باتت قاعدة لتمرير السلاح والمسلحين إلى سوريا ولتجمع المسلحين من جنسيات مختلفة. وهنا فإن تقرير مجلس حقوق الإنسان حول ارتكاب المعارضة السورية جرائم حرب قد أحرج الحكومة التركية كثيرا، لأنه يتهمها بصورة غير مباشرة بدعم المسلحين. ويرى الكاتب أن تركيا لن تخرج بسهولة من المسألة السورية، ومع ذلك يصر داود أوغلو على أن سياسته ذات البعد الواحد تجاه سوريا صحيحة، بينما غالبية الرأي العام التركي ضد هذه السياسة. وفي ظل الأسئلة الكثيرة لن نكون بحاجة كما روبرت فيسك إلى التساؤل، بل نقول إن تركيا تحولت فعلا إلى باكستان جديدة. دكتور حسين، طرحين للولايات المتحدة الأمريكية على تركيا هما أن تحارب تركيا طالبان في باكستان وأن تدخل تركيا عملية من أجل سوريا بدون القاعدة، تتضمن إقامة نظام حكم ما بعد الأسد يتمثل فيه حزب البعث والمسيحيون. ما الهدف من وراء هذا الطرح الأمريكي؟ أعتقد أن هذا الدور يعطى للحلفاء دائما الولايات المتحدة لتقوم
بمهام ضمن الاستراتيجية الأمريكية. نعم. مقابل وعود معينة لتركيا، لكن تركيا لن تستطيع. أنا أعتقد أن الأمريكان ليسوا يعني حلفاء، ربما حلفاءهم لتركيا. نعم. صحيح، لكن مش الحلفاء، يعني هي تركيا بالنسبة لأمريكا أداة مثل باكستان. نعم. ليست أكثر، ربما موقعها الاستراتيجي. لماذا لن تستطيع تركيا أن تقبل بهذا الطرحين؟ لن تستطيع، مش لا لا لن تقبل. أنا أعتقد في معارضة قوية على المستوى الداخلي، وأمام سوريا ليست طالبان يعني. نعم. سوريا دولة قوية وجيش قوي، والأتراك يعرفون هذا الكلام. نعم. وأنا الحقيقة مستغرب، يعني أحد الأمور اللافتة في التجربة السورية. نعم. هو دور الجيش القوي، يعني دور الجيش السوري. سوريا أظهر براعة وقدرة عجيبة. نعم. بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مناورات أمريكية على السواحل الخليجية، لماذا هذه المناورات في هذا التوقيت بالذات؟ للضغوط على إيران. فقط للضغوط على إيران. طيب، إذا من هنا كيف ترى مستقبل علاقة دول الخليج مع إيران؟ شوفي، العلاقة الخليجية الإيرانية علاقة مركبة ومعقدة أكثر. نعم. مما يتصورها الإنسان. يعني هناك عندما ننظر المسألة الخليجية الإيرانية، ليست مسألة الجزر فقط، وليست مسألة التسلح، قصدي التسليح النووي، البرنامج النووي السلمي. نعم. الإيراني هي أكثر من هناك. هناك الإرث الاستعماري الإنجليزي اللي دام 150 عام في المنطقة، هناك الإرث الشانشاهي، وهناك الدول الإسلامية أتت في الأخير. نعم. يعني هذه الأمور لازم تأخذ في الاعتبار. تعرفين أن إيران مثلا تمثل ضعف سكان منطقة الجزيرة بما فيها اليمن. نعم. إيران عندها إمكانيات عسكرية رهيبة، وهذه كلها لها انعكاسات على المنطقة. نعم. الآن مسألة الجزر يجب أن تأخذ في الاعتبار، وأنا أرجو أن نثيرها. يعني الجزر الإماراتي، أرجو أن يعني يأخذ هذا في بادرت الإمارات بطلب من إيران لنقلها إلى للتحكيم، يعني لحل هذه المسألة المستعصية. صار لها، والإمارات تطالب بحل هذه المسألة عن طريق المفاوضات والتحكيم من 30 سنة. لماذا الدولة الإيرانية لا تقبل بهذا الموضوع؟ لماذا لا تقبل بهذا الموضوع؟ هذا سؤال حقيقي. وأنا أعتقد أن موقف الحكومة الإيرانية من هذا الموضوع، مع تعاطفنا، يعني خذي في الاعتبار نحن نتعاطف مع حقوق إيران الوطنية، لكن بالمقابل هناك حقوق عربية. نعم. يجب، لا نستطيع أن لا ندافع عنها يعني. نعم. هذه المسألة يجب أن تأخذ في اعتبار. لماذا إيران لا تحل هذه المسألة مع الإمارات العربية، وتجنبنا يعني بؤرات انفجار مستقبلي؟ هذه مسألة أساسية، وهذا ما أردت أن أقوله يعني. لا، لكن إيران تصر على أن لها حقوق في هذه الجزر. أنا لا أعتقد، أنا كقارئ لتاريخ المنطقة، أنا لا أعتقد. إذا كان لها حقوق فنذهب إلى المحكمة الدولية. أنا أعتقد ليست لها حقوق إطلاقا. نعم. هذه الجزر أعطيت لشاهيران، طبعا أخذت أيام شاهيران. نعم. وأعطيت لشاهيران في مقايضات معينة، مقايضات ما بعد الانسحاب البريطاني. نعم. اسمحي لي دقيقة. يعني لذيك الوقت، تفضل. هذه معلومة أنا أقولها، أن خلال عندما اقترح إعطاء الجزر لإيران، في وزارة الخارجية الإيرانية راحوا يبحثون عن أي ملفات أو وثائق تشير إلى هذا الجرم، لم يجدوا أي شيء. نعم. طيب، نحن مضطرون للتوقف مع هنا عند هذا الموضوع، لنطلع على أو نشاهد معك دكتور حسين بعض الرسوم الكاريكاتورية في الفقرة الأخيرة من آخر طبعة. وهنا كاريكاتير يظهر إلا رسول الله، بينما يعني يرتدي كما يظهر الزي الخليجي ربما، والدبابات الأمريكية تمر من البوابة، وهو رافع شعار إلا رسول الله. كيف تعلق على هذا الموضوع دكتور حسين؟ لا تعليق. لماذا لا تعليق؟ أعتقد أن الكاريكاتير أكثر وضوحا من أي تعليق. في الكاريكاتير الثاني، وهو من صحيفة ميليات التركية، يبدو الرئيس التركي أردوغان أمام حنفية الدم المفتوحة، وهو إشارة لاستمرار العمليات الكردية ضد الجيش التركي، وأخرها ما حصل أمس. برأيك هل أردوغان قادر على إيقاف هذه حنفية الدم؟
اعتقد اردوغان اعتقد انه فتحت للحنفيه ولن يستطيع، وانا اعتقد ان اردوغان سوف يدفع ثمن هذا في الانتخابات القادمه. نعم. مع كل ما حقق من انجازات فرحنا بها نحن على الصعيد التركي في الداخل. نعم. لان الاقتصاد بدا ينهار، الظروف صارت أسوأ، الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد كان يشكل 10% في فتره من فترات 10% الان وصل الى 3 و4% 3%. نعم. الكاريكاتير الثالث وهو من صحيفة النهار اللبنانية ويتحدث عن ظاهرة الخطف في لبنان خلال الآونة الأخيرة. إذن تحت الصورة الأولى خطف على الهوية وخطف على دفتر التوفير في الصورة الثانية، كيف تعلق على ظاهرة الخطف في لبنان دكتور؟ أنا يعني مهتم بالشؤون السياسية ودرست علوم سياسية. نعم. لكن لا أفهم السياسة في لبنان. لا تفهم السياسة في لبنان. لا تدري عذريني. على كل حال ليس رايك وعدك دكتور حسين فيما يخص السياسه في لبنان. اذا دكتور حسين المحلل والكاتب الاماراتي، شكرا لك على حضورك معنا في اخر طبعه. ايضا مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من اخر طبعه، نلقاكم غدا، الى اللقاء.